عن صلاة الضحى، تقول هل يمكن أن أصلي 4 ركعات بسلام واحد؟ نعم، هو جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل، صلاة الليل والنهار، وهذا الحديث قد جاء في حديث البارقي، ونقول قد تكلم في هذه الزيادة في مسألة صلاة النهار، هل هي تدخل من جهة التثنية أو لا تدخل، يعني هل يصليها بسلام واحد أو لا يصليها. نقول إذا كان الحديث قد جاء في صلاة الليل أنها مثنى مثنى، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى أكثر من ركعتين بتسليم واحد، وقد جاء في ذلك في بعض الأحاديث، وجاء أيضا عن الصحابة أنهم كانوا يصلون بسلام واحد، جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود وغيره أنه كان يصلي الصلاة بتسليم واحد، وجاء ذلك أيضا عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار، فجاء مثلا في ركعة الظهر صلاة 4، جاء عن عبد الله بن مسعود وجاء عن عبد الله بن عمر أنهم يصلون 4 قبل الظهر بتسليم واحد، وجاء أيضا عن بعض السلف عن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي 6، وأروي في ذلك أيضا الصلاة 8. فأما بالنسبة لصلاة الضحى فهل هي داخلة في استحباب التثنية، فيقال أن الأفضل في ذلك أن يصليها ركعتين كصلاة الليل، أم أنه له أن يصليها على اختياره؟ نقول إذا صلى ركعتين فهو حسن، وإذا صلىها متصلة 4 أو 6 أو 8 فنقول في ذلك إنه جائز باعتبار ورود ذلك عن السلف، ورود ذلك أيضا في صلاة الليل التي قد ورد فيها الدليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، حرج في ذلك إلا أنه لو صلىها ركعتين فهو أحسن، ولو صلاها متصلة فهو حسن وهو مأجور كذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ، إذا صلاها متصلة يا شيخ يجلس بعد الثانية ثم بعد الرابعة؟ نعم، هذا أيضا من فروع المسألة في مسائل الخلاف. نعم. هل يجلس للتشهد أو لا يجلس؟ وجاء عن بعضهم أن بعض السلف كما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه لا يجلس إلا في آخرها، أنه لا يجلس في إلا في آخرها، فنقول إن جلس في أولها وتشهد ثم قام فلا بأس بذلك، وإذا وصلها ولم يجلس في آخرها فهو كذلك أيضا على أثر واتباع ولا حرج عليه، الله أعلم.